إيه لعبد العزيز الحميدان أحلى ورود. طيب من مين؟ قريت طلع من صديقي هاشم العيد اللي نسميه إحنا الدود. آه هاشم صديقي من أيام أمريكا. شوف عبد العزيز في غيابك ذكرت أمريكا. كنا نطبخ أيام أمريكا طبخات زي كذا شعبية سعودية حكم أننا في غربة يعني. طبقك للسليق الدجاج صارت دقوس وقتها كانت دائما تجمعنا بين الأحبة والأصدقاء المبتعثين. كنت أطبخ لهم دائما السليق كان هو يحب السليق. لا خوف عليك عبد العزيز وبالتوفيق صاحبك وأخوك هاشم العيد. شكرا هاشم. كل واحد عنده الرسالة تاعه. أتى دور اسمي دور اسمي لقيت اسمي. شفت الخط خط أبوي. هو كاتب فالطريقة اللي يكتب فيها دائما فيها فن. ما سيرك خيط شغل ما ميرس. طول عرفت خط أمي. آه موسيج لغكوني جاك. يوم ما شفت الخط عرفت إنه هو خط جوازي. أوه فيصل غير من الخط عرفت الزوجة ديالي. فتحنا الرسالة هذا عمري وروح قلبي لأم هي الدنيا لأم هي الدنيا عودتني بكل عمرك إنه الاستسلام ممنوع. أنا شخص عندي أمي وخي بالبيت. خيك جي وأنا فخورين فيك دائما كثير. أنا حدا قريب من أمي يعني. اشتقت لك يا عمري تكون بالبيت وحضر لك روستو وتقول سلم ديتك يا أم داغر. صعب كثير البعد عن الأهل خصوصا واحد إذا متغرب. صار لي زمان كثير مش شايف على أمي. صرت شم الرسالة لشم ريحة أمي فيها يعني قد ما مشتاق لها. خبك ماما لودي. بالنسبة لي أنا أكثر شخص مثالي هي الأم. قريت الرسالة بصوت أمي. Mon cœur, il y a 34 ans, je ne pensais pas vivre une telle histoire. Je t'aime, bonne continuation, Nadia. أنا أمي عندي مدة كبيرة ما شفتهاش. أمي نحترمها بزاف لخاطر خدمت على 5 أولاد، روحها وشي يسعي في فرنسا باش تخدم على 5 أشخاص في البيت. قالت لي اللي تحبني وراها فخورة بيا. دائما اول شيء يكتب لي في اي حاجه في عيد ميلادي في اي حاجه الى من احب واعشق. اول ما قريتها انبسطت صراحه. نحن جميعا نضحي لاجلك لتحقيق حلمك. رساله طمنتني ريحت لي قلبي. حابب اوصل لك رساله من امي مغازليه جاهزه وتستناك. اخيرا شيء من احد احبه تمنيت انه انا اشوفه.